اهلا وسهلا بيكم وكل اهلنا في تونس. احنا عندنا ناس كثيره والحمد لله رب العالمين في تونس والجزائر بالذات. ربنا سبحانه وتعالى يا رب يجعلها محاضره مباركه. وصراحه اللهم بارك العنوان ذات نفسه عنوان قيم ومحتاج بقى عارفين محتاج قوه كده في التعامل. ربنا سبحانه وتعالى يا رب ان يجعلها محاضره مباركه ونقول فيها ما يسرد الصدر ويدخل القلوب. احنا لا يعنينا كم الكلمات ولا كم المعلومات اللي هنقولها قد ما يعنينا ان تصل الكلمات للقلوب وتعرف المراه دورها كامراه وكمسلمه وكانسانه الله سبحانه وتعالى خلقها في الدنيا. خلينا في البدايه نقول وضع المراه ما بين تكريم الاسلام ليها وما بين دعاوى الجاهليه وجاهليه القرن ال 21 وتحديدا اهوت. ربنا يجعلها ايام خير على الامه الاسلاميه كلها اللهم امين. في البدايه تعالى ما اقول لكم الخدعه الاساسيه اللي بيعملها الغرب حاليا. يعني مثلا لما نيجي نعمل جمله نقول الاسلام بما يعني يواجهوا من باقي الديانات، لكن لما نيجي نقول الغرب يبقى الضد بتاعه الشرق او اللوبز الاثنين اللي قدام بعض. لكن يتحط الاسلام كدين وكقيم وكمبادئ وكاعراف وكقوانين قدام كلمه الغرب ده ظلم صراحه. ده في البدايه كده المجمل ده. فلما بيجي قدامنا عنوان زي ده الواحد يقول هو دي مش حاجه حقيقيه انها صراحه يبقى في مقارنه ما بين الاثنين. الاسلام بما يضاهي من باقي الديانات اليهوديه النصرانيه وهكذا، ولكن الاسلام قدام الغرب فكان الاسلام هو عدو للغرب. ودي الصوره اللي كانت يعني بيحاولوا يبصوها في خلال الفتره اللي فاتت على مدار ال 50 60 سنه اللي فاتوا. كان في ظلم حقيقي سواء واقع على المرأة أو على مفاهيم الإسلام في أمر زي ده. خلينا في البداية أقول لكم وضع المرأة قبل الإسلام كان إيه. وضع المرأة كان قبل الإسلام حديث أم سلمة والسيدة زينب لما وصفت إزاي إن لما كان المرأة تحيض أو يموت عنها زوجها تفضل تغطى بالبعرة أعزكم الله بالفضلات بتاعة الحيوانات سنة كاملة يغطى جلدها حتى يسود بالعبرة اللي هي الفضلات بتاعة الحيوانات. ده كانت المرأة قبل الإسلام. المرأة كانت قبل الإسلام كانت مهانة. المرأة كانت قبل الإسلام سقط متاع. المرأة قبل الإسلام ما كانش لها أي حق من الحقوق ولا لها حق. احنا عندنا حق المرأة، وخليني أعدد لكم معايا حقوق المرأة ازاي والله سبحانه وتعالى كيف شرع للمرأة على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تكريم المرأة في الإسلام عامل إزاي؟ ومكانة المرأة في الإسلام عاملة إزاي؟ عندك حقها في الإرث، حقها في التعليم، النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقر حق المرأة في التعليم طالما هي مكلفة. النساء شقائق الرجال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال، يعني هما الاثنين من حاجة واحدة. يعني زي ما ده كل شقائق، يعني الاثنين حاجه واحده والاثنين قدام بعض زي ما انتم شايفين كده شبك حاجه واحده. لكن اجي ان انا ابخس حق المراه واقول لا ده المراه ملهاش حق في الاسلام، وتعالوا بقى يا مسلمين خدوا حقوق المراه نعلمها الرفق والرقه والانسانيه من الغرب. هذا ظلم من الاسلام. الاسلام كرم المراه عملها كانها شريكه للرجل في اصل واحد. هذه سوره النساء، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الاصل ان الاثنين بعمل واحد. الله سبحانه وتعالى من عمل صلاحا مين من الاثنين من ذكر وانثى، ايه بقى؟ فلنحيينه حياه طيبه كما كلف الرجل كلفت المراه. حق المرأة في الحياة مش شيء زي ما كان قبل الإسلام. كان إذا ولد للرجل أنثى كان يوئدها، وجاء الإسلام وحرم وأد البنات. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى حديث عبد الله بن مسعود، أعظم الذنوب عند الله. قال أي ذنوب أعظم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك قد خلقك. قلت ثم أي؟ سيدنا عبد الله بن مسعود اللي بيسأله قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية إملاق أو خشية أن يأكل معك والعياذ بالله. فالأصل يا أخوات
الاصل ان الاسلام عطاها حق في الحياه، حقها كأم. وطبعا احنا اعظم حاجه بعد التشريع هو بالوالدين احسانا، وحقها كأم. من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال امك. قال سلمان. قال امك. قال سلمان. قال امك. ثم امك. ثم ابو. الثلاثه حقوق للام وتكرمها وبر الام فرض عين. بعديها بعد على طول بعد الشرك بالله بر الوالدين لما يعطيك حق في حول النبي عليه الصلاه والسلام. رغب اصلا في حسن تربيه المراه وتعليم حقها في التعليم. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين اللي كان له بنتين حتى تبلغ حتى جاء يوم القيامه انا وهو كهاتين، واشار وضم اصابعه صلى الله عليه وسلم. طالما هي مسؤوله عن الصلاه والصيام والفروض زيها زي الرجل فتعلم المراه. عندنا كانت من ضمن النساء اللي كانت تحب العلم وتسعى للعلم زوجه النبي عليه الصلاه والسلام ام من امهات المؤمنين السيده حفصه، ولها داع في موضوع التعليم. حق المراه كمان في العدل، هي زيها زي الرجل، زي ما انت تعدل بين الرجال تعدل بين النساء. وعندنا الحديث بتاع النعمان لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا اعدلت ما بين ابني كذا وكذا، قال له انا اعطيت ابني عطيه، قال له اعطيت كلهم نفس العطيه؟ قال لا. قال لا تشهدني على رسول الله. خلاص ما ينفعش. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. عندك حق المراه في الحقوق الماليه، المراه لها ذمه ماليه منفصله، ذمه ماليه لها حق التملك وحق البيع وحق الشراء، ولها ذمه لها مال، لها ذمه ماليه منفصله، وحقها في الارث والميراث كل الكلام ده. فطبعا اللي يجي يقول لك لا ده الاسلام ما قالش للمراه ولا عطى للمراه شيء زي دوت، ده كده بيبخس وبيفتري على الله. حال النساء زي ما قلنا زمان كان لا اراده ولا اختيار ولا حق التعبير، ده كان المراه كمان اللي بتتعلم القراءه والكتابه بتبقى مصيبه. يعني اللي لها بتقول لك ملهاش حق حتى في القراءه، وتكتب المراه وتعلم المراه. اما كان عندنا في ديننا الاسلامي اتفل لها الست كانت بتعتبر خادمه سقط متاع، وكانت تورث زي ما بقيت لو الراجل مات زوجها تورث للابناء والبقيه العيله زيها زي المواريث وزي الحاجه اللي كانت بتقول. كل الكلام ده طبعا مش صح، وكل الكلام ده جه الاسلام نفاه. بصوا كده، بصوا التكريم، من ولدت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها ادخله الله بها الجنه. لازم نبقى فاهمين الكلام ده وعارفين، عشان ما تجيش التعالي دلوقتي تطلع تقول تعالى ما نعلمك. لا مش هتعلمه، ده انا عندي في ديني. ما تجيش انت تعلميني، انا اعرف في ديني الانسانيه والرحمه والرأفه من الدين وليس من عكس ذلك. خلينا كمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشه، من كانت له من ابتلي من هذه اللي ربنا رزقه من البنات بشيء كن له سترا من النار. حديث انس، حديث سيدنا انس، ومن عال جاريتين زي ما قلنا حتى تبلغ جاء يوم القيامه انا وهو كهتين، والنبي ضم باصابعه عليه الصلاه والسلام. فلازم نبقى عارفين الكلام ده. بص كمان، عرفت قيمتك في الاسلام وحقوقك كامراه في الاسلام، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تكرهوا البنات فانهن المؤنسات الغاليات. ده حديث للنبي عليه الصلاه والسلام. ما تجيش بقى نقول لك ايه لا اصل هي بنت والاسلام ما عرفش عمل ايه. الاسلام بريء من كل هذه الدعاوى النسويه، كل اللي طالع علشان يضحك الدين ولا يمت للاسلام ولا يؤذي الاسلام في امر الاسلام منه براء. الاسلام كان كرم المراه. قلت لكم على مقاله منشوره لصحفيه فرنسيه اقسمت بالله بعد ما جالت في مظاهره ومطالبه بحقوق المراه، قالت لو اعلم لو انتم اللي بتقولوه ده صح عن دينكم انا اول المسلمات. ده انتوا في دينكم مكرمات، ده احنا بنحمل هم البنزين وهم الايجار وهم ما اعرفش ايه. ان ملهاش غير المراه في الاسلام ملكه ينفق على ما ينفعش تعيش كملكه في قلب بيتها، ملكه معززه منها اللي يتولى حمايتها ومنها اللي يتولى الانفاق عليها. فما تجيش تسبوا الاسلام بامر ليس فيه، ودي من دعاوى من اكثر من 60 سنه. كل المؤتمرات اللي بتتعمل، مؤتمر السكان، مؤتمر الجندره، مؤتمر المراه، مؤتمر هي هدفه خلع المراه من دينها، بعد المراه. ده دلوقتي يا مسلمات يا مؤمنات بيكلموكوا في حقك انت كامومه، لا مالهمش مين يقول، بيخبوا الفطره بيشوهوا فطرتك كام عشان حاجه واحده بس. لا مش من حق ان يحصل كده، وانت من حقك كده. حتى الام. بصوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البنات ريحانات البيت، المراه الصالحه
كانت السيدة فاطمة ريحانة البيت، فالمرأة هي والبنات ريحانة البيت. أعدلوا في التربية بين البنات، كل دي وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم. البنت لها حقوق كثيرة، لها أكثر من 100 حق على الرجل. المرأة في الإسلام لها أكثر من 100 حق على الرجل من حقها. بصوا إن أهلها يفرحوا بيها أول ما تتولد، ويختاروا لها اسم حسن واسم جميل، ما يحزنوش إن هم رزقوا ببنت وجهه مسترد وجهه وهو قذيب أبدا، لا ده أنت مؤنسات غنيات ولا تكرهوا البنات. كل ده من حق المرأة في الإسلام، حسن تربيتها ورعايتها والترفيه والتعبير عن رأيها. وقولي رأيك، موافقة على العريس أهلا، ومش موافقة أنت اللي ليك حق الرفض وحق كده. الكلام ده زمان ما كانش موجود، كانت تباع المرأة كسقط متاع للرجل هنا وهنا وكان لا يفهم. فاحنا لازم نبقى فاهمين الأمر ده، من حق المرأة إنها تلعب وحق اللعب. وهي كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة لما ذكرت عليا وهي تلعب بحصنة لها أجنحة، فلما هذا يا عائشة تلعب بعرايس من الدمى تيجي استفزال وتعمله حراسة وأجنحة وحصان له أجنحة؟ قالت هذا حصان سليمان. ألم تعلم أن أحصنة سليمان كان لها أجنحة؟ صلى والسلام ولم يمنحها، وكان يجيب صحيحباتها يلعبوا معها ويراعي حقها في اللعب والترفيه والخروج، وكان يخرج معها كل ليلة في المساء في ضي القمر لما يجي القمر كده يمشي وياخدها بالليل. الأصل في الأمر ده من حقها إنها تلعب، من حقها للمرأة اللي لا تفرق بينها وبين أخواتها الذكور لا في العطية ولا في توزيع المسؤولية. حديث رمان بن بشر، ارجعوا لأصل الحديث. من حقها إنك تحرص على مصلحتها وعلى حمايتها أنت كراجل، ده من حقها. من حقها إنها تزوج من هو كفء لها، ولا تعضل في الزواج وما تعضلهاش إنها تزوج ولا تجبرها إنها تتزوج غيره. من حقها رؤية الخاطب والحوار معاه والكتابة شروطها هي إيه، تقول شروطها دلوقتي في عقد الزواج ده ما كانش موجود قبل كده. من حقها الحصول على المهر والتصرف منها لأن لها ذمة مالية منفصلة. من حقها إن يعاملها زوجها باحترام ولا يناديها باسم تكرهه ابدا، يقولوا لها كده. ونعرف واحده اللي بينادوها معرفش ايه، يا بكيزه ولا يا رتيبه ولا مش عارفه، لا تنادى باسم هي تحبه. من حقها انه يشاور. النبي صلى الله عليه وسلم غير كذا اسم بريره، وغير كذا اسم من الاسماء الى ما هو افضل والى ما هو احسن. من حقها انها تشاور وزوجها يشاورها في شؤون الاسره وفي شؤون المعيشه، وما ينفردش برايه. لا اصل الجهل، لا اصل ما تعرفيش، اصل انت اخرك المطبخ، اصل لا. ودي قصه سيده ام سلمه خد رايها في امر من امور الامه، في امر من امور الامه، وقال لها لام سلمه ماذا اهلك القوم؟ قالت روح واسبح واحلق وهم هيعملوا ده. بسبب رايها نجت الامه من عقاب، لانهم مش راضيين يسمعوا كلام النبي. شق مش عشان ما يسمعوش كلام النبي، لكن شق على انفسهم الرجوع. لما المرأة لها السيدة أسماء بنت يزيد الأنصارية لما راحت للنبي تخاطب خطيبة النساء ولهم أترون امرأة أفقه منها؟ شفت امرأة تفضل بهذا بكلامها وبحصافتها وبذكائها؟ قال والله ما علمنا إن النساء طول عمرهم كده. ولكن قال لها اذهبي واعلمي من بعد حسن تبعهم احداكن لزوجها يعدل ذلك كله. لما سالته يا رسول الله للرجال منك الجمع والجماعات والجهاد، واحنا ايه النساء لنا ايه؟ فجعل لهم النبي يوم الاثنين لدرس النساء، وقال لها اذهبي واعلمي من خلفك ان حسن تبعهم احداكن لزوجها يعدل ذلك كله. من حقها ان زوجها ما يخشش عليها البيت الا لما يستاذن. حديث جابر بن عبد الله لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا نؤخر الجيش حتى تمشط المراه اللي مش شاطس، تعد وتعد لك النمارك يا عبد الله. جابر بن عبد الله قال والله ما عندنا نمارك يا رسول الله. كان فقير سيدنا جابر بن عبد الله، ولكن استاذن ما تخشش البيت عليها كده. فجاه لا تخبط عليها وتستاذن، تستاذن اذن حتى تستعد لك الزوجه. من حقها ان يكف عنها الاذى وما يغيبش عنها مده طويله. حديث لما سأل سيدنا عمر بن الخطاب وهو ماشي يتفقد الرعية، فسمع صوت امرأة تشتكي هجران زوجها وتقول لولا خوف من الله وهكذا. فراح السيدة حفصة بنته وقال لها يا حفصة كم تستطيع المرأة ان
خليها تصبر على بعد صدى قالت 6 أشهر فبقى ينزل الجند كل 4 أشهر قال مش هستنى لما تجيب اخرها 6 أشهر فالقصر ما يبعدش عنها كل 4 شهور او كل 6 شهور من حقها ان ينفق عليها مثل مثيلتها في المكان ويوفر لها مسكن مناسب ليها ولها حق الطعام والشراب والكسوه والمسكن من حقها انه يعالجها ويحميها ويساعد يقول لك لا ما هو صوت الدين ما فيش كده ما هو برضه ما هو انت زي ما هتحط حق الصوت هي كمان ما لهاش انها تخدمك فالامور في بيننا ما بتبقاش ليا وماليش بيبقى بالفضل من حقوق كتيره جدا في المعاشره في الجماع في الولاده في الحضانه في الحضانه في الرضاعه ذات نفسها في الطلاق في الامومه في الميراث كل دوت الاسلام كفل للمرأة فما تجيش انت لا تقول ايه لا ده حصل ان للمرأة ما فيش كل الكلام ده من حقوق المرأة في الاسلام وازاي كرم الاسلام المرأة وازاي اعلى مكانتها جاهلية العصر بقى زي ما بدفع ادفعي انزلي اشتغلي مش عارفة من ضمن الحاجات يطلعي بره اطار ما هو انت عشان تشتغلي في مكان خلال حجابك او يجبرك لا هتاكلي مش عارفه ايه واللي فيه من المحرمات انا عايزه اقول لكم ان معظم دول الغرب هنا لو ما فيش باي مطعم او ريستوران مثلا حلال ماركه حلال يقابل لو واحد دخل وقال له انا عندي اكل حلال للمسلمين وهو ما عندوش المهر يعني ايه بالعربي اللي هو يعني عقد مثلا مع الدوله ما عندوش الدستور ده او القانون دوت يحاكم ويخلق المكان فطبعا كل الكلام ده يجي يقول لك لا ده انا هعلمك في الغرب ادي حجابها بيشتغلوا عليه بصوا من ضمن القوانين بلاد تمنع الحجاب في بلادها بلاد تمنع الام اسمعوا يا مسلمات تمنع الام من انها توصل بنتها لمكان المدرسه علشان هي محجبه عشان هي محجبه نشوف ازاي الكلام ده بيصوروا المراه على جنب والنديه والنسويه واسمعي زوجك لما يقول لك ما اعرفش ايه ما تسمعيش الكلام ما انتش كرسي وكذا وكذا وعملوا ان تبقى في نديه ومعانده ما بين الرجل والمراه في قلب البيت حتى فقدت المراه انوثتها فقدت المراه حياتها فقدت المراه حتى اقل قليل بقت اسمها المراه اللي بتقول لك ده هو زوج التكال ودي ليه بتاخدوا الاتكال ده عيب في الشخص اللي انت اخترتيه مش عيب في الدين ولا في الاسلام احنا لو رجعنا لاصول الدين والاسلام برضه في شبهه من ضمن الشبهات اللي يقول لك ايه طيب ما هو انتوا بتقولوا لنا والرجاله ما بيعملوش طب هل هو علشان هو ما بيعملش فاحنا نطلع بره اطار قال الله قال رسول الله غلط هو غلط وهو يحاسب هو تاني يا شبنات ويا نساء هو مقصر هو غلط هو يحاسب وانت من البدايه احرصي انك تاخدي التقي النقي صاحب المرجعيه الاسلاميه صاحب المرجعيه الربانيه لما نقول الله عز وجل قول حاضر سمعا وطاعه هو ده اللي المفروض يتعمل لكن ان يبخس الاسلام او يبخس حق المراه وتيجي دعاوى تقول إيه لا والله اصل احنا دلوقتي تعالوا شوف المراه بتعمل ايه بيتعمل فيها ايه دلوقتي بتنضرب وتهان ويطلب منها مش اللي لها وتسترجل لانها مش لاقيه راجل قيم ده من علامات الساعه ان يكون من 50 امراه قيما واحده ده الاصل ان في حد قائم عليها انت ملكه في بيتك كل الكلام ده احنا لازم نفهمه ولازم نعرفه لاسباب كتيره حتى لا تفرغي وما يجيش حد بس يقول لك ايه تعالى معلمك الرحمه والانسانيه في دعاوى الغرب بس تبقى بره الفرق ده غلط ده مش صح وده بخس لحقوق المراه حقيقه بخس لحقوق المراه ومش بس كده ده انت بتظلمي الاسلام وظلمك للاسلام بانك انت تتهمي الاسلام بانه هو اللي حطك وشرذمك وان دي دعاوي جاهليه الجاهليه اللي انتوا عايشينها دلوقتي ان انا اسمع كلام يطلعني بره قال الله قال رسول الله الجاهليه اللي تطلعني دلوقتي اللي تطلعني بره اطار ان الله سبحانه وتعالى يقدر ليا حقوق وانا قلت لكم اكتر من 100 حق ليها اهوت واخد حقوق من دعاوى وكلام زارب وكلام فاضي اصلا هو مستجد يطلعك بره انوثتك يطلعك بره امومتك يطلعك بره الاسلام يطلعك بره كل ما هو يمت
ليه؟ قال الله، قال رسول الله. بقول لك يا مسلمة يا مؤمنة، الآن بيعملوا حاجة، الآن بيطلعوكي بره إطار الأمومة. الأمومة بيتكلموا في موضوع لو ابنك جه صحاكي قولي له لا ده وقت أمي ما تصحينيش، لو ابنك جه معرفش عنده معرفش اللي ابنك جه معرفش جه قال لك اداكي بقى منه ما تاكليش فضلات الاكل ومش عارفه ايه. طب يا ست طلعيها لو هي سليمه وطلعيها صدقه. لكن هي الام ايه غير عطاء وضحيه وحنان؟ هي الام ايه غير كده؟ فكون انهم بيلعبوا مش بس عن تحملي سفاحا، وليكي حق انك تختاري الجريء، وليكي حق انك تطلقي زوجك، وليكي حق انك ما تسمعيش الكلام، وليكي حق انك مش عارفه. يتكلموا في الطاعه، يتكلموا في حق الجماع، يتكلموا في موضوع ان الديه في قلب العيله، ويجوا في الاخر بيتكلموا في الامومه. هي دي الكارثه، هي دي الكارثه. وشغل صحيح عشان بس ما نبقاش بنظلم، صحيح وقع يعني ظلم حقيقي يمارس الان على المراه من بخس الرجال، وتصرفات خاطئه من بعض الرجال، وما بقوش بعض دلوقتي بقى معظم يعني الا ما رحم ربي، في ظلم المراه والتعامل السيء مع المراه والتعامل السيء مع الزوجه وجد الزوجه وبخس الحقوق ومش حتى قضايا الشرف، كل الكلام ده. لكن ده اخطاء من افراد، دي اخطاء افراد هم يحاسبوا عليها. ما تجيش انسبها ابدا ابدا للاسلام، ولا اقولها ابدا للاسلام. الامر ده مهم جدا، وادعو الله سبحانه وتعالى يعني ان احنا نكون استوعبناه، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالفهم الصحيح. تكوني امراه مسلمه عارفه دورك كأمة وعبد لله، فرحانه انك انثى، فرحانه انك انت أمة لله عز وجل تؤدي ما عليكي، واللي اخطا واللي مقصر في دوره يحاسب. لكن احنا يبقى يعني نتقي الله فيما استرعانا عليه، الله سبحانه وتعالى البيت واولاد او نفسك كامراه ذات نفسك، وشوفي المفروض ادي ما علي لله سبحانه وتعالى. كل الكلام ده لازم نخلي بالنا منه، كل الكلام ده لازم نعتز بيه ونعرف دورنا. دوري كبنت، الدور عند ابويا وامي ايه؟ دوري كطالبه اعمل فيه ايه؟ والاسلام امرني بايه؟ ترتيب فقه الاولويات، اداره وقت ازاي عشان ما يهدرش وقت ولا اسال عن دوري وترتيب الاولويات كزوجه كام كمسلمه. هو ده اللي المفروض ان احنا ننتبه له، يبقى الوعي الحقيقي له. كل ده مع مراعاه انك انثى، وانا هختم بالجزئيه دي يا اخوات، كل ده مع مراعاه ايه؟ انك انثى. يعني ايه انك انثى؟ يعني انك انت صوتك واطي، تتكلمي بانوثه، بتتكلمي برقه نظيفه، ريحتك حلوه، مش ريحتك حلوه يعني حاطه برفانات جوه البيت، لا على الاقل اطهر طيب الماء. جوه بيتك شعرك متسرح، هدومك نظيفه، تصر اذا نظر اليها صرت الزوج شايفها وفرحان بشكلها. لكن بالشكل والاسترجال وان انا هتشبه بالرجال في افعال، تقول لك اصل انا ما لقيتش رجاله فانا للاسف طلعت لا. اختاري صح من البدايه واعرفي دورك ورتبي فقه الاولاد واسالي عنه. ربنا سبحانه وتعالى يعني معلش انا دايما طولت بهول ان انا اكون ما طولتش عليكم. ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا واياكم بالخير.